الله جل وعلا وصف القرآن بأوصاف تجعل العبد يتمسك بالقرآن. يقول الحسن كلمة تكتب بماء العين ومثل ابن تيمية يقول أنزل الله من الكتب 104، كل معاني هذه الكتب جمعها الله في القرآن، وكل معاني القرآن جمعه الله عز وجل. تخيل كل معاني هذا القرآن جمعه الله في سورة الفاتحة، وكل معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الذي يريد راحة البال واطمئنان الخاطر والبركة في الحياة والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة، وأن يدخل يعني الأنس والسكينة من أوسع أبوابه، فعليه أن يتشبث بكتاب الله. جميل. فلما حضروه قالوا أنصتوا، القرآن يبدلك من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة من دون أن تشعر. شوف تخيل توهم جايين يستمعون إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، جن جن ما يعني للتو قد سمعوا القرآن، قراءة محمد بن عبد الله التي ملأت فمه صلوات الله وسلامه عليه. فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي، شوف تخيل هم توهم جايين يستمعون القرآن ولوا إلى قومهم. طيب وش وظيفتهم؟ منذرين. طيب ما الذي ستنذرون به الناس؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. طيب وش وظيفة القرآن؟ يهدي إلى الرشد. جميل. ولذلك سبحان الله العظيم، دائما الذي يشتكي ما في صدره عليه أن يعالج قلبه بالقرآن وأن يزيل كل ما في صدره بكتاب الله. لذلك سبحان الله، تأمل في عمر رضي الله عنه وأرضاه، متى قتل وأين قتل وما هو المكان الذي اختير لقتله؟ تجده حينما كان بين يدي ربه يتلو آية القرآن. ولذلك اختار أبو لؤلؤ هذا المكان ليطعن عمر، لأنه علم عمر أن لعمر قلب يطيل إلى السماء إذا كبر وهو يستشعر أن هذا الكلام كلام الله. لذلك يقول الراوي إني لكنت في الصف الثالث أو الرابع وأنا أسمع نشيج عمر في صلاة الفجر صوت صدره من البكاء وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه القلوب التي تعرف ما هو القرآن وجماله وبهاءه وحلاوته وروعته، هذه القلوب التي تعرف أن هذا القرآن شفاء وأن هذا القرآن محله الصدور ليس الألسن، هذه القلوب التي تعرف أنه من شق من السماء شيء ولا نزل منها أفضل من آية القرآن، هذه القلوب التي تعرف أن هذا القرآن غير أقوام وبدل أجيال وزرع الهمم والعزائم في نفوس رجال ونساء، هذه النفوس التي تعرف أن هذا القرآن هو أكبر بوابة للتغيير في الحياة. مسحور، معيون، مهموم، تشتكي المضائق، جرب أن يكون لك ورد من آية القرآن، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد أن تتغير حياتك وأن تموت همومك. الله أكبر. جميل.